السلام عليكم خاوتي، السلام عليكم، تحياتي لكم، ما صبحنا وصبح المكل الله. اليوم مبارك علينا وعليكم خاوتي. هذه نصيحة لك، نصيحة انت عليك يا اللي داوي الهم بالهم، وخاصة احنا في الأيام المباركة، وبقانا تقريب شهر على رمضان. الناس اللي يتبعوا الزطلة والمخدرات والشراب و شوف خويا العزيز، خاصة راك في الغربة، شوف على جيت. هذه نصيحة ليك تا، علاه جيت؟ جيت الغربة هنا باه تخدم على روحك، باه تعاون والديك، تعاون أهلك. على بالك هنا الغربة تنسي روح، تنسي كي تدخل مع الجماعة اللي ياك، على بالك راك تنسى روحك، وتلقى عمرك راح 10 سنين تروح عليك، 15 سنة، 20 سنة. هذه نصيحة ليك، لله في سبيل الله، باطل باطل. لأن في الغربة هنا ما تلقاش إنسان اللي ينصحك، وما تلقاش الإنسان اللي يوقف معك، تلقى الناس يضحكوا لك، أصدقاء السوء، وأصدقاء السوء يدوك الهلاك. لذلك أخوي العزيز، أنفض الغبر على روحك، ورب باب التوبة مفتوح، استغفر مولاك، ربي راه غفور رحيم. أبدأ تصلي، أبدأ حياتك، أرفع عليك نحي عليك الهم، ودير في بالك الهم عمره ما يداوب الهم. صدقني يا أخي العزيز، أخي العزيز، هذه نصيحة لك، ليني نحبك في الله، راني نحبك في الله. يا اللي ضرب الزطلة، يا اللي راك دائما سكران، يا اللي ربي غفور رحيم. لأن النصيحة هذه راهي ما تلقاش النصيحة في الغربة، راهم ما ينصحوكش، راهم ينصحوك غير الهلاك، يدوك غير الطريق الهاوية. ربي إن شاء الله يثبتنا، ربي يهدينا، ربي إن شاء الله يحببنا لبعضنا، ربنا إن شاء الله يوفقنا النصيحة خوتي. لأن النصيحة راهي ولا صعيبة، الناس هنا ما تحبش تنصح، الناس هنا راسي راسي، نفسي نفسي. علاش انا لقيت ناس هكذا تنصحو يقبل النصيحه ويقول لك بارك الله فيك. بالمناسبه عقبت على واحد الاخ هنا، لقيتو رفت قاروره، يقول لي الهم تبليت به. يا اخي انت اللي ديت روحك الهم، حاول تبتعد عن سوق الامين، طريق السوء او اصدقاء السوء، وربي يهدينا خاوتي. تحيتي لكم، سلام لكم. بالك الناس ما يحبوش النصيحه هذه، لكن والله النصيحه مليحه. ربي يهدينا إن شاء الله، وتحياتي لكم، محبتي لكم، السلام عليكم حبايبي.